السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هنتكلم فيه على مراجعة سريعة لأشهر SSD منتشر في السوق من شركة هيك فيجن. تمام، وهنتعرف مع بعض على الفرق ما بين اللون الأخضر واللون الأزرق. بشكل عام اللون الأخضر بيكون المساحة بتاعته أقل من اللون الأزرق، تمام، وبيجي بقى بمضاعفاته. يعني مثلا هتلاقي الأخضر 120 أو 240 او 480، الازرق هتلاقيه 128 256 512. نفس فكرة الهاردات الويسترن القديمة، كان في منها برضو هاردات 160 جيجا ومنها هاردات 120 جيجا والمضاعفات بتاعتهم. تمام، هنبدأ بقى نوصل الـ SSD مع بعض، وهنبدأ نقيس سرعة القراءة والكتابة. ده اهم قياس للـ SSD عشان تتأكد ان الـ SSD ده شغال تمام مفيهوش اي مشكلة. تمام، وبرضه هننزل برنامج تاني نعرف معلومات عن الـ SSD وحالة الـ SSD. بس أهم حاجة عشان النتائج تطلع سليمة، الـ SSD يركب على جهاز بيدعم الساتا 3، وأغلب موديلات الكور اي 3 والكور اي 5 والكور اي 7 وما يعادلها من الـ AMD بتدعم الساتا 3. لكن لو ركبته على ساتا 2 اللي هي موديلات الكور تي ديو والدوال كور والموديلات القديمة البنتيوم 4، هيدي معاك نتائج مش مظبوطة، هتيجي السرعة مش مظبوطة. يعني مثلا لو الـ SSD السرعة الطبيعية بتاعته 550 ميجا بايت في الثانية، على الموديلات اللي هي الساتا 2 القديمة هيدي معاك 256. هنبدأ نشغل الجهاز ونبدأ نقيس سرعة الـ SSD مع بعض. في حالة لو أنت لسه شاري الهارد جديد، قبل ما نعمل أي اختبارات هنبدأ نقسم الهارد مع بعض. كليك يمين على زيز بي سي واختار مانج، واختار ديسك مانجمنت. ولو ظهرت القائمه دي، لو انت شغال على الجي بي تي او نظام اليو اف 5، فبتختار جي بي تي وتضغط على اوكي، وبعد كده تضغط على كليك يمين نيو سيمبل فوليوم، وتبدا ان انت تقسم الاس اس دي بشكل طبيعي جدا. تمام، بعد كده بتبدا بقى تنزل برنامج الكريستال ديسك انفو لمعرفه معلومات عن الاس اس دي ودرجه الحراره والحاله الخاصه بالاس اس دي، وبرنامج الكريستال ديسك مارك لقياس سرعه القراءه والكتابه للاس اس دي. في البدايه خالص هنبدا ننزل برنامج الكريستال ديسك انفو. هنكتب في محرك البحث كريستال ديسك انفو. في اكتر من موقع لتحميل البرنامج، ممكن تحمله من اب تو داون او تحمله من سوفت بيديا. تمام، تدخل على سوفت بيديا وتختار فري داونلود وبتختار سيرفر التحميل. ده اول برنامج معايا. بعد كده البرنامج الثاني برنامج الكريستال ديسك مارك بنفس النظام، برضه تكتب في محرك البحث كريستال ديسك مارك وبتختار من هنا يا اما اب تو داون يا اما سوفت بيديا بنفس الطريقه. بعد ما تحمل اول برنامج وثاني برنامج، بعد كده بنبدا نثبت البرنامج الاولاني اللي هو كريستال ديسك مارك ونبدا نشغله بالشكل ده. دبل كليك هيبدا يستعرض معايا الهاردات. ده الهارد الاولاني معايا اللي هو بحجم 120 جيجا اللي بيجي باللون الاخضر، وطبعا الهارد دوت قديم، فهنا بيجيب لي معلومات عن الاس اس دي والحاله بتاعته 97% ودرجه الحراره. تمام، ودي معلومات خاصه عن الاس اس دي. وهنا ساعات توصيل التيار حوالي 4000 ساعه لانه شغال بقاله فتره، واجمالي عدد عمليات القراءه واجمالي عدد عمليات الكتاب. معلومات تفصيليه عن الاس اس دي ال 120 جيجا. نيجي بقى للاس اس دي الجديد اللي هو اللي بيجي ب 128 جيجا اللي بيجي باللون الازرق. تمام، طبعا الحاله جود لان هو لسه جاي جديد، ودرجه الحراره وساعات توصيل التيار زيرو ساعه، ما فيش ساعات خالص. ننتقل بعد كده لاهم اختبار في الفيديو، وهو اختبار سرعه القراءه والكتابه للاس اس دي اللي معايا ومعرفة الفرق ما بينهم عن طريق برنامج الكريستال ديسك مارك. هنبدأ نشغل البرنامج ونبدأ نختار مع بعض بارتيشن السي، وطبعا بارتيشن السي ده خاص بي، مكتوب هنا خاص بالهارد ال 120 جيجا والصافي هنا 111. تمام، فببدأ اختار الاس اس دي اللي باللون الاخضر، وابدأ اختار اول اختيار معايا لقياس سرعة القراءة والكتابة للاس اس دي. وطبعا بنتظر لحد ما تظهر معايا نتيجة الفحص بالشكل ده، وبعد كده هنبدا نجرب الاس اس دي اللي باللون الازرق. معايا البرنامج ودي نتيجه الفحص للهارد الاس اس دي لهيك فيجن اللي باللون الاخضر 120 جيجا. هنبدا ناخد صوره من البيانات ديت من فايل وسيف ايمج، وابدا ان انا احفظ الصوره الاولانيه.
بعد كده هبدأ ان انا اختار الاس اس دي اللي باللون الازرق اللي هو بيجي معاه بارتيشن الدي والحجم بتاعه 119 جيجا صافي، تمام، بختاره بالشكل ده وبرضه بختار نفس الاختيار الاولاني وانتظر لحد ما تظهر معايا نتيجة الفحص. معايا البرنامج وديت النتيجة النهائية لفحص الاس اس دي اللي باللون الازرق. هنلاحظ ان الفروقات مش كبيرة ما بين الاتنين، هو كل الفكرة بس اختلاف في المساحة الخاصة بالاس اس دي. ده البيانات الخاصة بالعرض اللي باللون الاخضر والبيانات الخاصة بالعرض باللون الازرق. في نهاية الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش يوصلك الاشتراك في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.